بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول أخ فاضل على الصفحة: صديقي يعمل مع خاله في مكتب صيرفة، ويعمل المكتب على تحويل المبالغ المالية من بلد إلى آخر، ويأخذ عمولة على ذلك. ومن خلال عمل صديقي في المكتب صارت له علاقات، وبدأ بعد انتهاء العمل في المكتب ليعمل لنفسه، فيأتيه الناس للبيت ويحول لهم المبالغ المالية ويأخذ العمولة. فلما علم خاله بذلك طالبه بإعطائه العمولة التي أخذها عن كل التحويلات التي عمل بها خارج المكتب، قائلا له بأنك استغللت العلاقات التي كسبت من المكتب، ولولا أنك عملت في المكتب لم يعرفك الناس ولم تستطع مزاولة العمل. السؤال هنا: هل كلام صاحب المكتب صحيح، ويجب على صديقي تسليم العمولات لخاله؟ الجواب: نقول وبالله التوفيق، إن صديقك هذا يعد أجيرا خاصا لدى خاله الذي يعمل عنده، ومن أحكام الأجير الخاص أنه لا يجوز أن يعمل لمصلحة نفسه على حساب صاحب العمل، حتى لو كانت له علاقة خاصة به. فهو يأخذ العمولات ليست له، إنما هي لمكتب الصرافة، فلا يمكن أن يحول الأموال إلا عن طريق مكتب خاله، وأي عمولة يتحصل عليها إنما هي حق لصاحب مكتب الصرافة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولولا عمله في هذا المكتب لم استطاع أن يقوم بهذا العمل في بيته، كما فيه إضرار بصاحب العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وعلى هذا فليرد كل ما أخذه من العمولة من مال خارج إطار مكتب العمل، والله تعالى أعلى وأعلم.